شاركت طيران الإمارات في معرض برلين الدولي للطيران، حيث تعرض استراتيجيتها وأحدث طائرات أسطولها في وقت تسعى فيه الناقلة الإماراتية إلى إضافة مطار برلين كوجهة خامسة لرحلاتها إلى ألمانيا. ويشهد المعرض إقبالا من الشركات والزوار بعد انقطاع دام سنتين بسبب جائحة كورونا. تقرير مراسلنا لؤي غبرة. على أرض مطار شونيفيلد في برلين حطت أكبر طائرة ركاب إيرباص A380 تابعة لأسطول طيران الإمارات ضمن مشاركة مميزة خطفت الأضواء في أكبر معرض دولي للفضاء والطيران. وقد شكلت الناقلة الإماراتية محطة رئيسية في جولة المستشار الألماني أولاف شولتز في المعرض، بوصفها نموذجا لأحدث الطائرات المدنية المبشرة بمستقبل السفر والطيران. يميز الطائرة هذه أنها آخر طائرة تم تصنيعها من هذا الطراز إيرباص 380، وآخر طائرة تم تسليمها لطيران الإمارات. طائرة جديدة كليا تحتوي على 4 درجات. الدرجة السياحية الممتازة هي آخر درجة تم عرضها، وأول مرة تنعرض خارج دولة الإمارات. تحتوي الطائرة على 484 مقعد، منها 56 مقعد في درجة السياحية الممتازة، ومقاعد أخرى موزعة على باقي الدرجات. طبعا الطائرة تمتاز بمستوى عالي جدا من الأمان، من الهبوط، من الهدوء في الإقلاع والهبوط، ودرجة عالية من الراحة كذلك. خدمات متوفرة كثيرة. طيران الإمارات أكبر ناقل جوي دولي، حملت إلى فضاء المعرض رؤية واستراتيجية طموحة تعمل من خلالها على مواكبة كل تطور في قطاع النقل، مع ضمان تحديث أسطولها بأفضل المنتجات والخدمات والتعرف إلى آخر الابتكارات في هذا المعرض، والتي تحدد شكل طيران المستقبل المحايد بيئيا، بما يحفظ لها موقعها الرائد عالميا. أنا كطيار أجد الإيرباص A380 طائرة مستقرة جدا وثابتة جدا في الإقلاع والهبوط، وأيضا في الارتفاعات العالية. يأتي ذلك كجزء من اهتمام وحرص طيران الإمارات على التجديد الدائم للسلامة وأفضل التقنيات الموجودة. التقنيات الحديثة دائما تجعل الأسطول جديد آمن وجاهز لدائما يكون في المركز الأول. وللمرة السادسة تواظب طيران الإمارات على تسجيل حضور مميز في هذا الحدث العالمي، وبموازاة الاهتمام والالتزام بتوفير أفضل الوسائل والمتطلبات في نقل الركاب بأحدث الوسائط من وإلى مختلف وجهاتها التي تتجاوز 130 حول العالم. تحرص الشركة كذلك على توسعة أسطولها في الشحن الجوي. هذه الطائرات العملاقة والتي تحمل رقم 123 كانت آخر ما تسلمته طيران الإمارات من شركة إيرباص في هامبورغ شهر ديسمبر الماضي، لكنها ليست الأخيرة ضمن رؤية طموحة تحافظ بها على المرتبة الأولى عالمياً. من مطار برلين الدولي، لؤي غبرة، أخبار الإمارات.